وزير الآثار بصحبة السيد محافظ المنيا يفتتحان متحف ملوي بعد ترميمه وإصلاحه وتحديثه عقب الاعتداءات اللي حدثت عليه في أعقاب الأحداث المؤسفة بتاعت فض اعتصامي ربع والنهضة واعتداءات الإخوان والإرهابيين على هذا المتحف وبعض الكنائس وبعض الأديرة وبعض المنشآت العامة كمان في محافظة المنيا. تقرير. في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة، افتتح وزير الآثار ومحافظ المنيا متحف ملوي، وذلك بعد ترميمه إثر الدمار الذي لحق به في أعقاب فض اعتصام ميداني رابع العدوية والنهضة، وذلك في عام 2013 بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار ومحافظة المنيا ومسؤولي بعض السفارات الأجنبية. المتحف طالع بشكل جميل جدا، وإن شاء الله ده انتصار واضح على الإرهاب والفوضى. تاني حاجة إن شاء الله، تاني انتصار بإذن الله هنعلن عنه في خلال أسابيع بسيطة، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لأنه نفس القضية حاولوا برضو إن هم يدمروه، رجع أحسن من الأول وانتهينا منه تماما. التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير المتحف بلغت 11 مليون جنيه، موزعة بين وزارة الآثار التي وفرت 4 ملايين ومحافظة المنيا التي قدمت 3 ملايين، ألا وعلى منحة إيطالية قيمته 4 ملايين جنيه في صورة فترينات للعرض الخاصة بالمتحف في إطار مشروع مبادلة الديون. افتتاح متحف ملوي أنا بعتبره من أهم الأحداث اللي ممكن تحدث في المنيا لفترة طويلة جدا، لأنه بيحمل رسالة سلام للعالم وبيحمل رسالة قوة لمصر، وبيقول أن مصر قادرة على مواجهة الإرهاب. وقد تم استرداد 656 قطعة من إجمالي قطع المتحف، كما تم ضم قطعة من مخزن الأشمونين ليبلغ إجمالي الجاهز للعرض بالمتحف 1000 قطعة.